في ظل هزائم عسكرية وسياسية متوالية، ماذا تبقى من شرعية هادي وحكومته؟ لماذا لا زال هؤلاء مقيمين في الرياض حتى الآن؟ ولماذا لم يتم تفعيل مؤسسات البرلمان والجيش والأحزاب السياسية في المناطق المحررة؟ أهلا بكم. لم تسقط حجور، بل سقط هادي والحكومة والأحزاب السياسية والتحالف. هذا ما قاله الكثير من اليمنيين وهم يشاهدون حجور تباد تحت مرأى ومسمع هؤلاء. خلال سنوات حرب الشرعية مع الانقلابيين، فقدت الشرعية جزءاً كبيراً من الالتفاف الشعبي التي كانت تحظى به أبان الانقلاب. صمت الشرعية على أطماع التحالف في اليمن وتلغيم البلد بالميليشيا والفوضى شكل رأياً عاماً داخلياً وخارجياً. أصبح العالم والشعب أيضاً يرى أن هادي ومن معه مجرد أداة بيد الرياض وأبوظبي، فحتى الآن لم يستطع رئيس البلاد العودة إلى عاصمته. مسلسل من إخراج التحالف وتنفيذ الشرعية، والشعب هو الضحية ومن يدفع فاتورة هذه النكبة، نكبة الإماميين من جهة والشرعية والتحالف من جهة أخرى. وفي ظل هذه الصورة يبرز السؤال، هل ما زالت الشرعية شرعية؟ تكاد الحرب تكمل عامها الخامس في اليمن ولا مؤشرة على انتهائها قريبا. الحرب طرفها الأول عصابة انقلبت على الدولة، وطرفها الثاني الشرعية وتحالف من 10 دول بينها السعودية والإمارات. اليوم وبعد 4 سنوات من الحرب، يقول المنطق إن دولا هي الأغنى ماليا والأكثر تسليحا في المنطقة يفترض بها أن تنتصر على جماعة انقلابية محاصرة جوا وبحرا ولا تحظى باعتراف دولي أو شعبي. لكن ذلك لم يحدث، بل لازالت ميليشيا الحوثي تحقق انتصارات عسكرية وسياسية، كان آخرها اجتياح قرى حجور على مقربة من الحدود السعودية، وكسب معركة الحديدة سياسيا عبر عرقلتها تحرير محافظة الحديدة من قبل الشرعية والتحالف. ما الذي يجري في اليمن إذن؟ يقيم الرئيس هادي في الرياض منذ مارس 2015، ولم يعد إلى العاصمة المؤقتة عدن إلا كسائح لا تتجاوز زيارته أياماً. وسواء أكان هادي وراء عدم عودته مع قادة الشرعية إلى عدن أم كان التحالف، فإن النتيجة لا تشكل فرقاً يذكر، وهي تلاشي الدولة على حساب الميليشيات والفوضى. حتى من منفاه عطل هادي مؤسسات الدولة التي كان يمكن أن تكون أدوات قوة للشرعية. البرلمان الذي اكتمل نصابه القانوني في آخر لقاء له في الرياض عرقل هادي والتحالف انعقاده رسمياً في إحدى المدن المحررة من الداخل. والجيش الذي تزعم الشرعية أن قوامه 10000 لم تدفعه لأن يدافع عن قرى قاومة الحوثيين على بعد 20 كيلومتراً من ثكناتها. والأحزاب التي كانت عمود الحياة السياسية أصبحت مشلولة ومختطفة في الرياض. فما الذي تبقى من الشرعية إذن؟ يتساءل اليمنيون. بعد خذلان الشرعية لحجور بتلك الصورة المريبة، رفع العديد من اليمنيين أصواتهم ضد شرعية هادي، إذ يرى البعض أن الشرعية ليست صكاً على بياض، وإنما التزاماً قانونياً أمام الشعب. إذا فرطت السلطة فيه، فإن من حق الشعب كونه مالك السلطة أن يستعيدها وأن يحاسب من فرطوا بها، كلا حسب موقعه. يا عبد ربه منصور هادي، يا من أوكناك على رقابني ورقاب أبنائنا وقيادة بلادني، لن يمر سقوط حجور مرور الكرام. اليوم سقطت حجور وبكرة باسقط. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور. مساء النور. إذا دعني أبدأ معك من حيث انتهت حجور، كانت حجور أيقونة ثورية للمقاومة دكتور. الآن هناك من يتساءل، ما هي المخاطر التي قد تتشكل على فكرة التحرير بعد إخضاع حجور بهذا الشكل؟ جميل أن ندخل هذا المدخل، لأن يعني نعطي في هذه اللحظة الحرجة
مقاربة للواقع اليمني، ثم نقيم السلطة، ثم نحدث عن كيف نتصرف. كما تعلمين الآن بدأت تتكشف كثير من الاستراتيجيات في الجغرافية اليمنية. حجور طبعا هي تعتبر ضمن المجال الجغرافي ومعقل من معاقل الحوثيين، تقترب من عمران، لا يمكن، وكانت مناوية للحوثيين، وبالتالي كان لابد من البطش بها وإخضاعها من ناحية حتى يكون المجال الجغرافي كامل تحت الهيمنة، يعني خلق نزوح لدى الجماهير حتى الآخرين يشوفوا التكلفة الإنسانية والتكلفة الرمزية، يعني تصفية الرموز، تدمير البنى، ورسالة أيضا لكل من يفكر أن يخرج عن هذه المنظومة. بالتالي الحجور في داخل المعقل الثاني، هذا العنصر الأول. لو سمحت بس نعطي بعض المقاربات للأهمية، هناك العاصمة العقائدية صعدة، وهناك المعقل الجغرافي الثاني هو الحج الامتداد، وهناك كانت صنعاء الجراف، ثم أصبحت بعد تصفية صالح صنعاء برمتها. إذن سنربط بين ما الذي يحدث الآن بعد حجور. نحن الآن نتحدث كما يتحدث الغرب، نحن أمام سلطة واقعية. ما الذي حدث هنالك؟ طرفين نزاع، كنا نتحدث عن طرفين نزاع، الحوثي صالح ثم صف الطرف. هذه الطرف كانوا يطلق عليه الطرف نزاع، الآن أصبحت سلطة واقعية، قام بالاستيلاء على المؤسسة العسكرية، الاستخباراتية، الأمنية، الأكاديمية، الخدمية، مؤسسة التعليم العام، المؤسسة الأكاديمية، فضاء المسجد، المنظومة الإعلامية، شبكة المصالح القبلية، سيطروا على كل هذه المؤسسات، ثم خلق طبقة رأسمالية عقارية، قاموا بشراء الأراضي، خلق طبقة تجارية محلية مسيطرة على رأس المال وعابرة للحدود بحيث يكون لهم تمويل ولهم حضور. نحن أمام استراتيجية تسير. الآن هذا العمل الخطير، أن لدينا الآن صنعاء أصبحت عاصمة سيادية للسلطة الواقعية بحكم أنه تصفية صالح، السيطرة على هذه المؤسسات، الاستيلاء على سلاح الدولة ومؤسساتها. بعد حجور ستكون تعز، تعز باعتبارها الحامل الجمهوري لمخرجة الحوار، الحامل المجتمعي للمشروع الجمهوري، وبالتالي وبعد تعز ستكون مارب بحيث تكون الثروات لدى الحوثيين. ستقولين هل مارب قادرة؟ أقول لك أن هناك عنصرين إقليميين ودوليين. العنصر الإقليمي الإمارات خططت له منذ البداية، إيقاف المعركة عند خط 90 لتعز. وأرجو يعني بس تعطيني بعض الوقت. هذا عند خط 90، تأثيث المناطق الجنوبية بميليشيات وإلى آخرين، احنا نعيد هذا الكلام لكن معروف هو. تعز استنبات أبو العباس في المدينة، استنبات جماعات إرهابية، واستهداف الإسلام السياسي، يعني وحصار مدينة منهك حتى تكون ساحة معركة. مارب تقولي الإمارات، تعرف أن مارب محمية بالبطريوت الإماراتي، بالتالي عندما يحين أو يأتي الوقت الذي يتم إعلان فك الارتباط بين الشمال والجنوب وهو توقيت إماراتي، سيتم رفع الحماية الصاروخية على مارب وتترك معرضة وتترك في مواجهات، لأن هناك سلطة شرعية كانت نائمة تركتنا دون حماية وجدتنا جيش غير قادر على الحماية. تعز ستستهدف، ستكون معركة، وبالتالي نحن قد فصلنا منذ دخول دول التحالف، فصلنا الشمال على الجنوب، أثثنا. ستقول المجتمع الدولي أين سيكون من هذه المعركة؟ استوكهولم، قلنا في حلقة سابقة أن استوكهولم أعد للجمهورية العربية اليمنية. إذن نحن سنكون قد نقلنا معركة الصراع، معركة تصفية الخصوم، تصفية الخصوم إلى منطقة تعز بين الإصلاح وبين السلفيين والقاعدة وإلى آخره والجمهوريين الملكيين، ستكون هذه المدينة، وأنا يعني أحذر من هذا. ثم مارب نحن نتحدث عليها كمعقل، وأنها استطاعت أن تنجز مارب. الإمارات تدفع المرتبات، الإمارات تحمي بالصواريخ مع دول التحالف، هذا خلق ضعف لدى هذه الجماعة. ثم نأتي إلى شوف خط التسعين، أبو العباس، القاعدة، مارب، ثم يأتي التمويل،
يعني أنت تعتمد على المرتبات وتمويل العسكر على دول التحالف، أوقفت يعني مواردك المالية، بالتالي أنا أعطل دفع المرتبات، أعطل إيصال المواد الغذائية، وبالتالي أنا أعتقد أن عدم دعم هذه المنطقة حجور مخطط له في إطار أن تكون هناك سلطة واقعية يسمونها أكتور ستيت في المناطق الشمالية كاملة. وكنا نعلم وتحدثنا من هنا أن الحوثيين لن يتركوا، لأن هناك في حاجة في يستخدموها إثبات القوة، البطش للرموز الاجتماعية والرموز المقاومة حتى تكون عبرة، ثم تكلفة جماهيرية أو مجتمعية بالنزوح. ثم هذا سلوك معروف عند الحوثيين، لذلك بدأوا بماذا؟ عندما دمروا بيت الشيخ الأحمر، عندما دخلوا أهانوا ابن الشيخ إلى معقله، عندما يحاولون يهينوا قبل ما يغتالوا صالح كانوا يهينوا أحد الرموز، أحد المقرب يعني الشخصية المقربة له. هذه كلها العمليات الآن نحن نقول أن المجتمع الدولي تآمر. الفكرة دكتور نعم، يعني الآن يعني حين قاوموا من في حجور وخذلوا بهذا الشكل، هل تتوقع أن فكرة المقاومة ستستمر في بقية المناطق بنفس الزخم؟ أعتقد أن نحن هدف الحديث الذي اليوم أتحدث به هو أننا نحافظ على، يعني لما نتحدث عن هذه المخاطر بأن أصبح فك الارتباط شمال عن جنوب بيد الإمارات العربية المتحدة، بمعنى أنها هي التي أوقفت مع دول التحالف القوات وأوجدت ما يسمى بالقوات الجنوبية وبالمزاج الشعبي الرافض للشمال وبأننا قوات جنوبية وبميليشيات وضعف السلطة. وكنا نتحدث من هذا، لماذا توقفوا؟ لا أحد يرد لماذا توقفت القوات عن 90. يعني أنت تجد أن استراتيجية المعركة الآن بالنسبة وكأن هناك تنسيق بين بعض الدول الدولية كبريطانيا وأمريكا والإمارات، بحيث أنهم أعدوا اتفاق ستوكهولم، بحيث أنهم لا يتحدثون عن عدن ولا عن ميناء عدن ولا عن حضرموت، يتحدثون عن ميناء الحديدة، وهو ميناء يقع مهم في له أهمية استراتيجية صحيح، ولكن يقع في إطار الجمهورية العربية اليمنية. وبالتالي وهناك الآن، حتى أنا أعطيك لشخصية مقربة للحوثيين وهو الحكيم، يقول حجور ثم تعز ثم مارب، يعني هناك استراتيجية واضحة. الإمارات تحدد الآن أمام هذه السلطة العاجزة، جعلتنا هذه السلطة العاجزة التي أوقفت الجيش على تخوم صنعاء. الآن المسألة، أنا لا أقلل من أهمية قبائل مارب، لكن أنا نبهت بعض الشخصيات المشيخية في مارب، قلنا لهم لا تعتمدوا على المال الإماراتي، يوجد لكم يعني حماية. الآن لما أنت تعتمد على حماية صاروخية إماراتية، بالتالي أنا سأرفع في أي لحظة تقول الإمارات تغادر اليمن، سيرفع عنك الغطاء الصاروخي، وبالتالي وهم هنا التنسيق بين الحوثيين. إذن الآن أصبح في أي لحظة ومؤشر بدء الآن أصبحت الجغرافيا، صحيح أن الجغرافيا المجتمعية ستنتفض على الحوثيين، لكن هناك من لا يريد التقدم، إذا تقدمت قواتنا ستنتفض، لكن لما يكون زي الآن تركوا حجور، يعني أصبحت الجغرافيا هذه كاملة بمعنى الجغرافيا الزيدية التاريخية تحت الإمامة، تحت هيمنة الحوثيين. ثم تجي تعز ومارب، مارب كثروات الغرب سيتدخل لإيجاد حماية حولها، لكن من المحتمل أيضا أنه يريد تدمير البنية التحتية والدخول إلى اليمن تحت مبرر عدم وجود تنظيمة إرهابية، سيصنفون الحوثيين كجماعة إرهابية. يعني أننا الآن أمام واقع، لذلك علينا هذه، لا أخيف ولا أعطي صورة سوداوية، ولكن أنا أقارب وفقا لما قرأت، وعلينا أن نكون لدينا سيناريوهات. هذا السيناريو محتمل ونحن نشاهده. كنا نتساءل لماذا تعز لا، لماذا في الرياض وفي أحد المقابلات في الاستوديو أحد الشخصيات تحدث قال أن دول التحالف رفضت تأسيس جيش وطني قادر على الدفاع والهجوم، جابوا لنا الدفاع يعني جيش دفاعي، لماذا توقفت عند تخوم صنعاء القوات، لماذا تعز لم يتم رفع الحصار عنها وكانت تقصف بسوفتيل، والآن المجتمع الغربي يقول لك سيعيد انتشار الحوثيين. ماذا يعني انتشاره؟ فين؟ في عدن ولا انتشاره في تعز وفي الحديدة في الجمهورية العربية اليمنية؟ إذن نحن أمام مخاطر، علينا على القوى الوطنية، وسنتحدث في هذا بعد. هذه رؤية يعني مقاربة أولية لما بعد إخضاع هذه القبيلة المناوية والمنطقة المناوية في الجغرافية المهيمن عليها. الآن على أبناء تعز، وعلينا دعم الحامل المجتمعي والجماهيري لمخرجات الحوار، وعلى هذه المدينة أن تستعد وتكون حذرة. أنا سعدت أن هناك الآن بعض، لكن أيضا عندما يكون المرتبات والتمويل
والغذاء على دول التحالف. مصيرنا بدول التحالف العسكري يحتاج إلى ذخيرة، يحتاج إلى غذاء، لذلك وهذا ما يعني هذه السلطة ما أثبتته حجور يعني رهتنا. أيوة. إذن هذا بشكل عام مقدمة لتكون حديث للمخاطر وكيفية إيجاد حلول محلية ويمنية يعني لكيفية التحرك. نحن في منطقة لو سمحتي خطيرة للغاية. دكتور يعني أنا أود أن أعرف منك يعني كيف يمكن أن تشخص بشكل دقيق الحالة اليمنية؟ الدولة سقطت، سقطت كل محاولات استعادتها بصورتها السابقة لأربع سنوات، ومع ذلك يعني يتم الحديث عن إنجازات وعن أشياء تم تحقيقها. برأيك كيف يمكن أن تشخص هذه الحالة؟ اليمن كانت تتعرض لمؤامرة منذ الثورة الشبابية، عندما تم وعد الثورة الشبابية وكنا تحت الرقابة، ونحن وكان اليمنيين لا يقدروا حجم أن هناك تشكيل، لأنه كنا نفتكر أن مسألة انقلاب الحوثيين صالح على السلطة، بينما كانت دول التحالف وتحديدا الإمارات والسعودية والأمريكان البريطاني يريدون تفجير الحقل، بمعنى أننا من هو الطرف، لازم لابد من إضعاف الجماعات التي صعدت من الثورة الشبابية، إضعافها بواسطة النقيض، ثم خلق فوضى منظمة، إعادة تشكيل الجغرافيا، العودة المباشرة إلى المنطقة. السعوديين تكشفت رؤيتهم، يريدون شبوة والمهرة، يريدون خط الأنابيب، وبالتالي كان لابد من إضعاف السلطة وجعلها تابعة ويعني يستغلوا غياب الدولة وضعف المواطنين وحاجتهم وإنهاكهم وعدم وجود يعني مؤسسات تقوم يعني بوضع منافسة شريفة للحصول على المناقصات. هذا ما سمح لهم يروحوا المهرة ويعملوا معسكرات يمدوا الأنابيب، لأنهم لن يجدوا هذه الفرصة. الإمارات كانت تريد ميناء عدن المنافس، وتريد سوق قطرة، وتريد وتعمل وفقا للبريطاني، يرغبون بالعودة. إذن كانت المؤامرة أكبر منا، كانت المؤامرة ونحن نتعامل حوثيين صالح دون أن ندرس المحيط الخارجي. تحدثنا أن هنالك دول التحالف تآمرت على الشعب اليمني لأنها لابد من ضمان السلطة، يعني كانوا هم خايفين من أن تصعد إلى السلطة منذ الثورة اليمنية ونحن تحت الرقابة. لكن بعد الثورة الشبابية كان لابد من معرفة من هي القوة، يمكن أحد يطالب بعسير نجران، ممكن هناك من يطالب بنقل الثورة إلى المناطق هذه. لذلك كان هناك مؤامرة دولية وإقليمية، ولدينا السلطة ضعيفة، خلقوا لهم مجموعة فنادق، مرتبات، جيش يمني لو قطعوا عنه المعونات يعني ممكن لا يجد ما يأكل. نعم. وزراء يستلمون مرتبات وبدل سفر إلى آخره. نعم. إذن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك. إذن أستاذ فتحي، برأيك ما هي أبواب الخروج المتاحة أمام اليمنيين من هذا المأزق التاريخي الذي يعيشونه الآن؟ الحقيقة أن اليمن وقعت في مأزق تاريخي ابتدى من فبراير 2011 ولازال مستمرا حتى اليوم، لكن المأزق الأخير الذي وقعنا فيه كيمنيين منذ اندلاع الحرب الأخيرة، لأن الحرب بدأت بدايتها كحرب ضد ميليشيا الحوثي التي انقلبت على الحكومة الشرعية، ثم تحولت هذه الحرب إلى حروب متعددة، حروب بالوكالات، حروب طائفية، وحروب إقليمية، وحروب دولية بحثا عن مصالح تجارية على طول الساحل اليمني. اليوم اليمن يعيش أكثر من حالة حرب وفي نفس الاتجاه وفي نفس الوقت. هناك حرب ضد الحوثي، هناك حرب ضد القاعدة، هناك حرب ضد اليمنيين داخل اليمن، حرب ضد اليمنيين خارج اليمن. هناك أطراف دولية باتت تسعى للسيطرة على الموانئ، على السواحل البحرية، حرب متنوعة. لذلك فإن الخروج من هذه الأزمة يقتضي، وللأمانة نقولها بكل وضوح وصراحة، يقتضي أن تعيد الحكومة الشرعية النظر في سياستها، تعيد الحكومة الشرعية النظر في مواقفها سواء في المناطق المحررة أو في غير المناطق المحررة، وتعيد ترتيب أولوياتها وتعيد ترتيب حضورها وطقوسها. إن كانت تريد الاستمرار كممثل وحيد لليمنيين فعليها مراجعة دورها السياسي
على نعم. هل وضحت لنا كيف يمكن أن تعيد ترتيب أولوياتها، خاصة ونحن نعلم أن يدها مشلولة في المناطق المحررة؟ ما الذي بيدها عمله؟ إذا على الحكومة أن تواجه الناس بالحقيقة، أن تقول للناس أنها غير قادرة على العمل في المناطق المحررة أو أنها تمنع بشكل رسمي. تظل الحكومة صامتة عما يحدث في المناطق المحررة أمر غير مقبول ولا منطقي ولا معقول. أما أن تخرج الحكومة وتقول للناس الحقيقة وأن تمارس ضغطها ودورها وتستنجد بالمجتمع الدولي، وأما أن تكون هي الخصم الحقيقي لليمنيين كافة. يعني ربما بدأ الناس يشعروا بذلك أستاذ فتحي، يعني بعد الإسناد الجماهيري الكبير لهذه بعد الانقلاب، والسياسي أيضا والإقليمي والدولي، ولكن لم يستغل كل هذا الإسناد ولم يحقق أي منجز واحد يذكر على الأرض. بالضبط. أنا شخصيا والله أنا أحب الرئيس هادي وأعتز فيه كثيرا وأعتز بإدارته وأعتز بحضوره، لكن أقولها له من قلب صادق وناصح وأمين، إذا لم يعد إلى عدن، إذا لم يباشر مهامه الرئاسية من داخل عدن أو من داخل المناطق المحررة، إذا لم تمارس سلطته دوره الحقيقي، فأعتقد أن الشرعية ستتآكل بشكل كبير وستسقط، وحتى في اللحظة التي ستعود أو ستحاول ممارسة مهمها ستكون هناك شرعيات متعددة، شرعيات في عدن، شرعيات في أبين، شرعيات في المهرة، شرعيات في حضرموت، وبالتالي لن تكون قادرة على تمثيل أي أحد. لا يزال برأيك ما هو السبب؟ ما هو السبب أستاذ فتحي للأمر الذي أو للشلل الذي وصلت إليه الشرعية في هذه الآونة؟ أنا لن أناقش الأسباب، لكنني أعرف أن هذه الحكومة الشرعية وهذه مسؤولياتها وعليها تحمل كافة مسؤولياتها والعودة إلى عدن وممارسة دورها أو تقديم الاستقالة ومواجهة الشعب أن البلد اختطفت وأن البلد لم تعد بيد اليمنيين، على الأقل يستطيع لحظة اليمنيون بشكل عام الخروج من هذا المأزق، البحث عن حلول أخرى. ما هي هذه الحلول خاصة أستاذ نعم في حال ما ظلت الشرعية بهذا الاستلاب، لم تخرج كما قلت وتواجه الناس بأنها غير قادرة وظلت بنفس هذا الصمت غير المقبول، ما الذي بيد اليمنيين يعني أن يقوموا به؟ للأسف الشديد إذا استمرت الحكومة بنفس المنوال، المؤلم والمؤسف أن التحالف العربي هو نفسه سيكون أول متضررين، لأن البلد ستفتح مثل ما قلت لتعدد شرعية، ستدخل إيران الجنوب وستعمل شرعية، ستدخل قطر وستعمل شرعية، ستدخل عمان وستعمل شرعية، ستدخل تركيا وستعمل شرعية، كل طرف سيوجد طرف شرعي في اليمن وسيدعي شرعية. لكن طالما أن الحكومة الشرعية لا زالت تتمتع بدعم شعبي كبير ولا زالت تتمتع بدعم اقليمي والتحالف الى جناب، فليس من مصلحه التحالف العربي، اقولها بكل صدق، والله ليس من مصلحه الامارات ولا من مصلحه السعوديه ان يتم اسقاط الحكومه الشرعيه، اذا اسقطت الحكومه الشرعيه ستكون هناك شرعيه قطريه وهناك شرعيه ايرانيه وهناك شرعيه عمانيه، ستتعدد الشرعيات بشكل كبير، لذلك لا حل الا ان يفسح المجال التحالف العربي للحكومة الشرعية للعودة إلى عدن وممارسة مهامها. وفي الأخير الحكومة هي أساسا تقول أنها تعمل إلى جانب التحالف العربي ولم تقل خلاف ذلك، فبالتالي الأفضل للطرفين أن يعملا مع بعض، أن يعملا أن يقاتلا في خندق واحد قبل أن يتشتت الأمر. أنا أعرف للأسف شديد دول التحالف ربما تأتي دائما متأخرة وتبحث عن حلول فات وقتها، وبالتالي فإن عودة الحكومة من مصلحة السعودية، عودة الحكومة إلى عدن وممارسة الدراء من مصلحة الإمارات، ليس من مصلحة هاتين الدولتين أن تغيب الشرعية وأن تتفتت وأن يصبح لدينا جماعات متناحرة في شبوة، في حضرموت، في المناطق كلها التي تعز بمارب. نحن بحاجة أن تعود الحكومة وأن تمارس دورها الحقيقي كحكومة كسلطة معبرة عن كافة اليمنيين. لن يستطيع اي طرف دخول صنعاء او انتصار على الحوثيين وهناك حكومه في المملكه، هناك رئاسه موزعه بين الرياض بين الامارات وبين مصر وبين دول اخرى، نحن بحاجه ان تعود الحكومه
وأن يكون هناك جهاز تنفيذي حقيقي، أن يعود قائد الجيش وأن يشعر اليمنيون أن فعلا أن الحكومة تعمل من داخل عدن. لكن إذا استمر نعم. الحال على ما هو عليه، أنا شخصيا لا أتفائل بأي خير. نعم، كان هناك بعض الاحتجاجات في عدن وتعز وشبوة، أيضا في كثير بعض المناطق التي كانت تطالب الشرعية بالتحرك لأجل هذا الموضوع أو ذاك. هل تعتقد لو عادت هذه الاحتجاجات للواجهة هل ستحدث تغيير ما؟ هي في الأخير الاحتجاجات اللي حدثت في عدن هي تعبير عن غضب شعبي، عن غضب شعبي للواقع المستمر من 3 سنوات. لكن إذا عادت الاحتجاجات مرة أخرى ستسقط المدينة بفوضى شاملة، وطالما لا توجد حكومة في الميليشيات الموجودة لم تستطيع ضبط هذه الميليشيات. هي تعمل منذ 3 سنوات في عدن، وللأسف الشديد لم تستطع حتى إقامة مركز شرطة واحد، وبالتالي لأن أي فوضى أي عنف سيخرج بالمدينة أو سيعيد المدينة إلى أسوأ وضع ما بعد 2015، وبالتالي لن يكون هناك وضع مستقر لا لتحالف ولا للحكومة الشرعية. هو الحل مثل ما قلنا قبل قليل، وأن تعود الحكومة وأن تسند الحكومة وأن تتسلم وزارة الداخلية ممثلة السيد أحمد الميسري مهمها بشكل صحيح وحقيقي، وأن نرى تحرك حكومي حقيقي في تعز، في مارب، في البيضاء، في المهرة، في كل مناطق يدعم الحكومة. ثم في الأخير الناس تريد دولة، الناس تريد دولة، والدولة ليست فلان من الناس، ما دولة هي مؤسسات أمنية، مؤسسات عسكرية، صحيح، ومؤسسات خدمية. الكل يتفق، ولا إليك من عدن، الكل يتفق أن الدولة يجب أن تعود وأن تسود. نعم، فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك دكتور عبد الباقي، وأنت أردت أن تعلق على نقطة ما، تفضل. هو تحدث وقال أنه هناك خطر على السعودية وعلى دول التحالف، وكنا نحن نتحدث في الماضي نقول أن نحاول أن نعطي رسائل، لكن دول التحالف السعودية والإمارات هي مع تشظي الجغرافية اليمنية ومع تعدد الوجود الدولي في اليمن، لأن الإمارات تريد المواقع الاستراتيجية ستأخذ بعض الفتات، ثم التعدد الدولي هو الذي سيمنح، سيجعل تلك المصالح التي حصلوا عليها في ظل قيام الدولة وإضعاف اليمن أمرا واقعا، وسيتحكمون بالنخب التي ستوقع. شوف الجنوب كيف التبعية المطلقة، مستعدين يوقعوا على بالمندب، يوقعوا على سقطرة، يتنازلوا عن كل شيء مقابل بقائهم في السلطة. بالتالي الحديث عن براءة دول التحالف هذا نوع من المثالية، والدليل على ذلك أنا سأقول لك الآن، هم تركونا 4 سنوات حتى لا نستطيع أن لكل لدينا مقاومة. وأعطيك بعض الأمثلة، ضعف الأحزاب السياسية حتى لا يكون لدينا يعني مجال فاعل حركي، سيطروا على المساجد حتى لا نستطيع تعبئة الجماهير، قاموا بوضع المناضلين في السجون وقمعهم وإخبادهم، يعني هناك عمليات قصدية. لهذا أعتقد أننا علينا نحن اليمنيين، أنا لا أراهن على دول التحالف، أنا أراهن كيف يمكن لنا نحن اليمنيين أن نتحرك، وتبدأ بالتحركات. نعم، يعني ربما كان الناس يأملون قليلا بالأحزاب السياسية بحكم أنها يعني تضم يعني أغلب فئات المجتمع، ولكن للأسف الشديد انضمت الأحزاب السياسية لحالة السبات التي تعيشها الرئاسة والحكومة. برأيك هل يمكن أن يكون هناك دور للنقابات كقوة بديلة للأحزاب في إدارة المشهد الثوري في البلد؟ النقابات الآن أيضا هي كانت هي نقابات تابعة، وكانت هي يعني لا توجد في اليمن ثقافة حزبية وثقافة نقابية، كانت النقابة مهيمن عليها من الأحزاب. حتى في الجامعة ما كنت أعتقد أن ذلك عنصر سلبي، لأننا لا نستطيع التمييز بين العمل النقابي والعمل الأكاديمي والعمل السياسي، عندنا ما يسمى بالثقافة السياسية. الآن الحل هو نطالب الأحزاب السياسية، أما ما نحن طرحنا المخاطر الموجودة، أن ينفصلوا عن السلطة الشرعية مع بقائنا مع السلطة الشرعية، بحيث أن نعيد الحياة السياسية، وهذه الأحزاب تستطيع أن تتحرك وتستطيع أن تضع رؤى وتستطيع أن تخفف الضغط. هذا عنصر أول. العنصر الثاني، علينا في الداخل للشعب اليمني أن لا يفقد، أن لا يربط آماله على دول التحالف، علينا أن نجد ما يسمى بالحركات الاجتماعية، بمعنى أن نجد داخل المدن ما يسمى بالحراك الشعبي المتفق على أهداف
والمتضامن بحيث أننا نعمل حركات اجتماعية. ويمكن أيضا للأحزاب السياسية العتيقة هذه، لأن أنا أشعر أنها في خطر، ولكنها لا ترى ليس لديها رؤية، لأنهم حجزوهم في الرياض، ربطوهم بالمرتبات والدفع، حاصروهم بالخروج والدخول، هم يعني عرقلوهم. هناك من يقول دكتور أن هذه أيضا لا يريد لا للبرلمان ولا لهذه هذه ارتكب أن كارثة، أن تنعقد حتى لا تشكل قوة أخرى تنافس. هذه لو كان رجل يحمل، يعني الآن نحن نقول نحن لا نراهن عليه، لكن أعتقد بعد هذه الحالة أنه يعني لا أعتقد أن رئيس دولته في حالة حرب، وهناك سلطة واقعية في الشمال وسلطة واقعية في الجنوب، وهو في الرياض المتعارف عليه أنه يتحرك في العالم، أنه يزور الدول، يزور الرؤساء، تكون القضية اليمنية في المقدمة، يزور الصين، يمكن يعقد صفقة مع الصين للتواجد في ميناء عدن، يمكن يدخل دول إلى التحالف غير السعودية والإمارات، يعمل توازن، يمكن يدخل في حوار مع الأمريكان ويعطي ضمانات بدل ما تكون الوكيل. احنا تحدثنا في قلنا ليش تكون الوكيل لمكافحة التنظيمات الإرهابية الإمارات، ليش ما تكونش سلطة شرعية بدلا عن الإمارات؟ الإمارات الآن تريد الفراغ الأمني في عدن، مرتبط بالاتفاق واتفق بأن توجد مسوغات بقائها في عدن. لذلك أعتقد أن سلطة شرعية نحن الآن لما ناديها، نحن نادي يعني مجموعة فاقدة للاقتدار، فاقدة للاقتدار، لأنها سلمت حالها أربع. حتى الآن لما نطالب الجماهير بالتحرك، الجماهير استنزفت، الأحزاب السياسية أصبحت لا تحمل تأثير على الجماهير. الآن عليها أن تنفصل عن استشارة الرئيس الجمهورية، أن تعطي إشارة للشباب في الداخل بأن حتى يتحركوا كشباب مستقل، ويتحركوا مجموعة أحزاب ككتل وطنية ينضم لها الرموز الاجتماعية والقبلية. نحن نتحرك كتلة تاريخية بما يكون فيها الأحزاب السياسية، مؤسسة المجتمع المدني، يتحركوا وفق برنامج لخلق معادلة ويتحولوا، يعني لا يفقدوا الأمل، لأن المؤامرة علينا تمت كيف؟ تمت بحصار تعز حتى وصولها تبحث عن الماء والأكل، وإضعاف الأحزاب وتفجيرها من الداخل، استنزاف عدن، يعني بقاء مارب يعني تستقبل الجميع. هذا الاستنزاف بعد ذلك يوصلك لمرحلة أنت غير قادر، سلطة شرعية غير قادرة، سلطة شرعية أصبحت حتى جماهيرية مش قادرة في التأثير. الآن إذا أرادت هذه السلطة الشرعية أن تحافظ على ما وجهها، عليها أن تعود للداخل، وعليها أن نفصل رئيس الجمهورية للأحزاب السياسية، وعلى الأحزاب السياسية أن تتحرك كمجال. هو خايف على البرلمان، يعني كان يريد يبقى، هو خايف من دول التحالف، ويعرف أن إذا وضع سلطة شرعية يمكن يحدث تصفيته أو التخلي عنه، لأن البرلمان يستطيع أن ينتخب نائبا أو يتحول السلطة إلى الرئيس إلى آخر، يريد أن يكون هو محمي لأنه ضمان. لكن الآن البلد كله في هاوية، عليه أن يعود الحسابات، وعلى النخب التي حوله. وأنا لا أستغرب على رئيس جمهورية ليس لديه نخب حوله، ولا لا لديه لجنة اقتصادية غير اللجنة تلك التي هي يعني بعضها شخصيات محترمة، ولكن الأخرى نحن عارفين أنهم كلهم فسدة، ولديهم ثأر، ولديهم دم في رقابهم. لا توجد لجنة اقتصادية، لا توجد معه لجنة إعلامية، لا يوجد لديه مكتب مكتمل يعني يضع استراتيجية إدارة الصراع، يقرأ التصور الدولي. فلان استوكهولم يعني لم تقرأ، لم تكن قادر أنت كجهاز خارجية أن استوكهولم اتفاقية تمت من أجل اليمن الشمالي، يعني أي رؤية؟ يعني لماذا تحدثوا آخر نقطة عز؟ لماذا لم يدخلوا ميناء عدن مع الإمارات وبالتالي تفعيله إلى جانب الحديدة وإعماله؟ لماذا؟ يعني هذا نوع يعني أفقدوهم. لذلك إذا انتظرنا أو نوجه خطاب للسلطة السياسية، علينا أن نتحرك نحن اليمنيين، على الداخل اليمني أن يتحرك، على الأحزاب أن تتحرك، على والاستفادة من المنظومة القبلية، يعني أن تستطيع يعني استغلال المنظومة القبلية، التواصل. لا يوجد لدينا فريق إعلامي في الخارج، لا يوجد لدينا في الداخل جماعة تنسيقية إعلامية حقوقية تشتغل، الأحزاب السياسية غابت، يعني أين هذا؟ موت والشعب منهك. لذلك الآن إذا قعدنا يعني نتحدث سلبيات الناس تحبط، لا نحن لا نحبط، لكن التشخيص الجيد يجعلنا نضع العلاج الجيد، نبدأ إنه لا نفقد الثقة بأنفسنا كيمنيين، لا نقول يعني كنت زمان أقول لأبناء تعز، أقول لهم لا تنتظروا طائرة التحالف تقصف الدبابة في سوفتل، لا تنتظروا، ولا تنتظر الموت يأتيك للمنزل،
تصرفوا بالدفاع عن أنفسكم. الجزائريين هزموا فرنسا بكل قوتها، لأن أنت صاحب قضية، أنت صاحب تحمي أسرتك، تحمي وطنك، الآن لا تحبطوا يا شباب، لكن هذه الخارطة السلبية اللي حولنا لا تعولوا على السعودية، أو نحاول نقول السعوديين لا يدركون، السعوديين يدركون ولهم أطمع، عمان لها أطمع في المهرة، في لديها أطمع استراتيجية. السعودية معروف من سنوات يريدون مع الأمريكان أن يكون خط النقل البحري بعيد عن إيران، يعني المسألة إسرائيل تريد أن تدخل في أن تحول إيران في مواجهة مع العالم السني، وهذا له أضرار كونية في رفع أسعار النفط ورفع التأمين على المنطقة، سنوجد أنابيب وبالتالي سنتوجه لهذا. في حديث خطير، يعني اليمن الآن نقول لشبابنا في الداخل يعني اليأس يعني الموت، بالتالي نستطيع أن نعيد ترتيب ذاتنا، نستطيع أن نشوف ما هي قوتنا الذاتية، كيف يمكننا أن نوجد تنظيمات وحركات. علينا أن نتخلى عن الفواصل الحزبية، إصلاحي، اشتراكي، عنصري، وعلينا العمل الجماعي برؤية ماذا نريد. نريد الحفاظ على هكذا هكذا، نتفق عليه، نتحرك كتل وطنية تضغط على السلطة، تتحول لقوة اقتراح بحيث يكون لها برنامج، ترفض الإمارات، ترفض السعودية، تحتج على البرلمان، تحاكم الفاسدين وتؤثر. لا نحتاج بوسائل الاتصال الاجتماعي بالفيسبوك، يعني أعضاء البرلمان يقولوا لمن نشكي، أنت عضو برلمان. بالتالي علينا أن نترجم هذا الاعتماد على 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 السلطة الشرعية الآن، وهذه بوضع كارثة، لأننا يعني الآن كم مقابلات نحن السلطة. نعم، نتحدث منذ بداية الحرب حتى على مستوى تشكيل طالما أنها خط عبور يعني. طالما أنها خط عبور، يعني بمعنى أنه البديل غير جاهز، انتخابات لا يمكن، في حال مثلا القضاء على شرعية الجنوبيين سيعلنون فك الارتباط مباشرة، وحضرموت ستعلم فك الارتباط، ولهذا هي آمنة. أنا نسيت أتحدث عن حضرموت، حضرموت أيضا هناك مشروع أيضا لفصلها عن المناطق الجنوبية، وهناك حتى شعور بما يسمى بالمطاولة والإحساس بالهوية، يعني وطننا في خطر يعني. والآن مثلا جماهيرنا في عدن، السلطة لم تستطع توعية الناس، نظرا لموجود مزاج شعبي طارد، نظرا لفشل إدارة الدولة أيام الوحدة، المزاج الشعبي لا تستطيع، لأنه قد المسجد، أنت تأثر في المسجد، المسجد صفى لك، أخذ الرموز ووضع رجاله، الذباب الإلكتروني سيطر، تلفزيون مش عارف من تبع الإمارات. أنت الآن لما نحب نعبي الجماهير نقول لهم إحنا في خطر يا أبناءنا في الجنوب، نحن يمنيين، إحنا يعني الخطر لا يتربص بنا، يتربص باليمن كله. الآن التحرك يكون يمني، ولا أدري ما إن نبدأ. نعم، يعني لكن دكتور، يعني نلاحظ أن يعني أن هذا يتعمد إزاحة الأصوات الوطنية أو الناقدة له أو المحاولة لتصحيح مساره، يعني نشهد أكبر حالة استلابة الآن في القرار السياسي، لأنه كلما من قال له آمين قربه إليه. كيف يمكن تركنا يعني؟ الرجل، تركنا الرجل دون ضغط. لو كان الأحزاب السياسية مستقلة لشكلت ضغطا، والأحزاب السياسية حقا لماذا قربت؟ حتى يأخذوا منافع، وزير معه ملف يعني مستشار. لكن لو كان الأحزاب السياسية تقوم بدورها الوطني وبالتالي شكل ضغط الرئيس، يعني لم يتخذ موقف من الإمارات أو بقى في الرياض، تعمل ضغط بيان، تطالب الرئيس بالعودة، تطالب الرئيس بإيضاح ما الذي حدث بينه وبين السلطة الإماراتية ولماذا لم يعود. لما يكون في برلمان مجتمع يتحدث لماذا السلطة في الرياض، لما يكون في رئيس حكومة لا يقول إنه يعني لا علاقة له بالسياسة، نقول له لك علاقة في السياسة لأنك في مرحلة خطرة. لما تكون في مجتمع مدني، يعني مؤسسة مجتمع مدني، لا تكتفي بالتقارير باللغة العربية، تعمل لي تقارير ترسل التقرير عندي، يا أخي أرسل التقرير بشكل حرفي إلى بلغة مختلفة. أين الشبكات ما يسمى شبكات العمل الحقوقي في أوروبا، في فرنسا، في يعني تغذي؟ أين المنظومة الإعلامية التي توصل المظلومية السلطة الشرعية والشعب اليمني؟ الآن في أمريكا الحوثيين يقابلون، يعني شاركوا في اللجنة الخارجية أثناء تنصيب السفير الأمريكي. طبعا أنا عرفت أنه يمكن لأي شخص، تعرف أنه يمكن لأي شخص عيدروس الآن، حتى نقود المواطنين ويتحدث في خطابات أنه استطاع أن يأخذ عيدروس الزبيدي إلى بريطانيا، أي شخص يستطيع أن يستأجر في البرلمان القاعة ويستدعي
اعضاء البرلمان للاستماع، سلطة شرعيه ومثقفين. وفي 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 في امريكا الجماعه الحوثيه استضافت الرضيع المتوكل وغيره الى أمريكا. هل سفارتنا واعض لا يستطيعون استئجار يعني ما يسموها جلسه استماع، لا يستطيعون استئجار الغرفه في البرلمانات او اليمنيين في الخارج يستطيعوا التواصل مع اعضاء البرلمان لايصال المظلوميه؟ وبالتالي نحن امام هذا العجز، لا نستطيع ان نوصل مظلوميتنا للخارج. بالتالي رئيس الجمهورية حتى يتحرك وحتى نحرره من الضغط من دول التحالف ونحرقه أمام الإمارات، علينا على الأحزاب أن تستقل وتشكل ضغطا، وعلى الداخل أن ينتفض ليس برفع الشعارات ولكن بالتحتل إلى كتلة ترفض ستوكهولم، ترفض الخضوع للسلطة وتتحرك ضغطا سياسيا. لأننا يقول واحد نحن متعبون لا مرتبات، نقول له لماذا ننتظر الموت؟ لماذا؟ لأن الآن وضعونا الخليجيين في شكل ذكي، لا نستطيع نجري انتخابات. لا نستطيع نقول لهذه السلطة، لأن لو قلنا لعبد الرب منصور هذه غادر سنذهب إلى حكومة وحدة وطنية وهذا هدف خليجي غربي بحيث أن الحوثيين موجودين. والحوثيين أيضا يطالبوا بذلك من البداية. يطالبوا بذلك. يعني هل هذا ما هوش تنسيق بين الإمارات والمجتمع الغربي؟ ماذا يخطط لليمن؟ لماذا هذا الرجل أربع؟ هل رئيس دولة كيف يمكن يعني أن إحنا نخاطب رئيس الجمهورية ونخاطب بعض الشخصيات اللي حوله؟ كيف يمكن لنا أن نتحدث عن استعادة الدولة في الرياض؟ لا يمكن تستعيد دولة في الرياض يا أخي. تحرك بموتور سايكل محمد علي الحوثي هزأهم ب يعني في حدود تحرك في معك مارب معك صحيح انه سيتم اغتيال يا اخي. اعمل بيان انا طلبت ثاني مره اطلب يعمل بيان يوضح فيه انه تعرض لواحد اثنين ثلاثه، يذهب الى الصين يعمل اتفاقيه يدعو هو له حق وفقا للماده 50 او 51 من الاتفاق المتحده باستدعاء الدول لاستعاده شرعيه، وهذا يجوز له يستدعي الصين الصين تلعب محتاجة. مجرد دخولها في الخط ستغير كثير من لأنه الآن تعطيل ميناء عدن مرتبط بخط الحرير. نعم. يريدون تأخير استعادة عدن حتى يكون دبي ضمن خط الحرير. المخطط معروف. لماذا الصين أمريكا ستنتفض بريطانيا مسيطر هي اللي تدير الملف اليمني من أيام بن عمر. تديره وكان مسؤول الملف في المناطق الشمالية الجنوبية عفوا الجنوبية بريطانيا. بالتالي نحن أمام معادلة علينا يعني لما نحلل. أنا لا أريد أبث نوع من التشاؤم لكن المقاربات أول قراءة هي قراءة من قراءاتي للواقع من خلال المتابعة أرى أننا في مرحلة خطرة، وأن التعويل على دول التحالف أيضا حتى في ما يسمى في علم في عندنا ما يسمى آلية الضغط وآلية المناصرة القضايا درسناها في حقوق الإنسان، درسنا الناشطين. يعني لا يوجد حتى في السعودية مجموعة، نحن في وزير ما أحب أذكر اسمه وزير الإعلام، بدل ما يكون مجموعة مناصرة عامل لي خطاب مش عارف من يدعم مش عارف من في توقيت، نحن بحاجة مجموعة مناصرة تستطيع تسعد إلى جماعة التأثير توصل القضية اليمنية. هذه المشكلة دكتور أنه يتم استنساخ نماذج يعني من هذه في مؤسسات الدولة، الوزراء نفس الفكرة، النواب، قادة الجيش، كثير من يعني من نعول عليهم هم نموذج مصغر بشكل أو بآخر. هي ثقافة من فوق إلى تحت، في غياب الرقابة، في غياب الإحباط. مثلا جيشنا في تخوم صنعاء يحبط لما تأخر مرتباته، لما يقعد في المكان، ولما يخذل مقاوم مثله في لما يكون في هناك قصر، أحد القادة لديه قصر ولديه أولاده في الخارج وهو في بحذاء مقطع داخل المعركة، هذا يخلق عنده إحباط. لكن لو كان لدينا برلمان يتحرك وعلى البرلمان أن يجتمع شاء أو باء في يا أخي اجتمعوا وحدكم يعني في مارب، يعملوا أي اجتماع، يعملوا أي حتى لو كان في خطر يجتمعوا في معسكر، يجتمعوا في تعز، يجتمعوا في الحجرية، يجتمعوا بأي شكل يتخذوا قرار. نعم للأسف دكتور بتفعيل البرلمان. وعلينا على كل حال في الختام لا يمكن لنا أن نتحرك إلا كيمنيين، على الداخل اليمني أو على تعز بالذات أن تستعد لأنها مستهدفة، وعليها أن تتخلص من الفواصل الحزبية، وعليها أن تضع ما يسمى بإدارة الزمن الانتقالي والتكتل لاحتياطا. يعني ليس بالضرورة أن يكون يعني قد تتغير المعادلة، لكن لابد من التحرك اليمني وليس التحرك الخليجي، لأننا أمام مؤامرة دولية وخليجية. شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم.
لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.